السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. قناة سي بي إس الأمريكية ترفض إملاءات الحكومة المصرية وتذيع لقاء السيسي في موعده المحدد. واللقاء بالنسبة لناس كتير ما قالش جديد، لأن غالبيتنا بقى عارف إن السيسي خدام عند الصهاينة وإن عدو الأول والأخير هو الإسلام. لكن الجديد في الموضوع إن الكلام يبقى طالع من لسان السيسي بنفسه، بيعترف ويقر على نفسه وبلسانه صوت وصورة. والجديد برضو إنه يقعد قدام مذيع أو إعلامي يواجهه بجرائمه ضد المصريين. السيسي اللي متعود يشخط في كل المذيعين ويحدد إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، وقع تحت إيد محاور من أقوى المحاورين في العالم. ورغم ان كان طموحات بعض الناس كانت اكبر من كده بكتير، الا ان اللي اتقال كفايه جدا للي عايز يمشي ورا الحقيقه ويعرف الحقيقه. لكن بقى للناس اللي هي لا مؤاخذه عبدت السيسي واتباعه، فدول اصلا ما فيش منهم رجا. وزي ما قلت لكم، لو اعترف لهم السيسي انه هو ابليس لا يمكن هيتراجعوا عن دعمه ابدا، وفي الاخير يعني دول ما يهموناش. اما اللي يهمنا الناس اللي فعلا بتدور على الحقيقة، ودول بدأوا يعني يتيقنوا ان السيسي عميل الصهاينة رقم واحد في الشرق الاوسط. الشعب بقى اللي فاهم وعارف حقيقته، فايه الاخبار؟ هنفضل ساكتين وبنتفرج عليه وهو بيهد البلد؟ لو ليا كلمة هقولها لكم، هقول لكم فوقه ويلا بينا نلحق البلد عشان خاطر عيالنا والاجيال اللي جاية، عشان نلحق البلد وعيالنا يفتكرونا، أو أجيالنا اللي جاية تقول إن كان في رجالة في وقت ما كان في ظالم متجبر اسمه عبد الفتاح السيسي، الرجالة دول وقفوا في وشه وقالوا له ارحل أيها الظالم، وأطاحوا بيه من على الكرسي اللي قاعد عليه بالانقلاب. لازم نكمل ثورتنا ونقول كلنا بصوت واحد، وما نقولش وبس، نقول ده قولا وفعلا، يسقط حكم العسكر.